الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. اليوم تواصل المحادثات الليبية في جنيف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة. قوات أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في سوريا بعد ضربات على فصائل مسلحة تقول إنها مدعومة من إيران. أهلا بكم في أخبار السابعة صباحا بتوقيت القاهرة. أكد رئيس عبد الفتاح السيسي دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وصولا لتحقيق سلام شامل في الشرق الأوسط. كما شدد الرئيس السيسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بنت على أهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأهمية دعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية. من جانبه أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شكره وتقديره للجهود التي تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى. بحث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير السياحة والآثار خالد العناني عددا من ملفات عمل الوزارة، وخلال الاجتماع تناول وزير السياحة حجم حركة السياحة الوافدة إلى مصر خلال الفترة من يناير إلى يونيو الجاري، لافتا إلى الأسواق التي سجلت زيادة في عدد السائحين الوافدين لمصر خلال هذه الفترة. كما نوه الوزير بأجندة الفعاليات والأحداث التي ستقام في مصر خلال الفترة المقبلة. وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون الفصل بغير الطريق التأديبي، وأحاله لمجلس الدولة للمراجعة. كما وافق المجلس بشكل نهائي على عدد من المشروعات القوانين، من بينها مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. بهدف الحفاظ على الأمن القومي المصري ومكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية وضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام، جاءت مناقشة مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي والذي تم الموافقة عليه في مجموع نصوصه أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب. مشروع القانون جاء متوافقا مع المادة 237 من الدستور والتي تلزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة. هذا وقد جاء مشروع القانون أيضا لتمكين الجهاز الإداري والجهات التابعة للدولة من أداء دورها والاستجابة لمتطلبات الدولة والمجتمع بهدف الإصلاح الإداري. اتساقا مع اتجاه الدولة المصرية في محاربة الإرهاب بلا هوادة، جاءت مناقشة مشروع قانون الفصل بغير الطريق التأديبي كنوع من أنواع مكافحة ومواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره واقتلاعه من جذوره. من مقر مجلس النواب عمرو عبد العزيز النيل. أكد سامح شكري وزير الخارجية التزام مصر بدعم جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. جاء ذلك خلال كلمة شكري أمام الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد التنظيم الإرهابي والذي تستضيفه روما بمشاركة وزراء خارجية أكثر من 80 دولة. وأكد شكري أن تنظيم داعش ما زال يمثل خطرا حقيقيا على الرغم مما تم تحقيقه من نجاح على صعيد تحرير مناطق واسعة من الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم في العراق وسوريا، ومشددا على ضرورة تدعيم الجهود المشتركة للدول الأعضاء في التحالف للقضاء على التهديد الذي يمثله التنظيم.
وعلى هامش مشاركته في اجتماع روما بحث شكري مع وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب سبل تعزيز التنسيق بين البلدين حول عدد من الملفات الإقليمية والثنائية، من بينها التطورات الخاصة بسد النهضة. كما بحث شكري مع نظيره التونسي عثمان الجراندي القضايا المشتركة بين البلدين وتنسيق المواقف على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما التقى وزير الخارجية نظيره في جمهورية غينيا بيساو إبراهيم كابا لبحث سبل تطوير العلاقات وقضايا القارة الإفريقية التي تشغل اهتمام البلدين. وأجرى شكري مباحثات مع نظيره في النيجر هاسومي مسعود للتباحث حول التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية المختلفة. قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو إنه يتعين على العالم ألا يتخلي عن حذره من تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي بلينكن في روما أن التنظيم ما زال مبعث قلق في إفريقيا. كما اقترح مايو تشكيل مجموعة عمل دولية للتحقق من التهديد الإرهابي المتصل بداعش في القارة الإفريقية والقضاء عليه. من جانبه قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إنه اتفق على بذل المزيد من الجهود والتنسيق لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن أمريكا اتخذت إجراء ضروريا ومناسبا ومدروسا بالضربات الجوية في العراق وسوريا بهدف الحد من احتمالات التصعيد، وهي تبعث رسالة مهمة وقوية إلى الفصائل المدعومة من إيران. كما أشار إلى أن الحل السياسي في سوريا هو الحل الوحيد الممكن. قال الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، قال إن قوات أمريكية تعرضت لهجوم بعدة صواريخ. ردا على ضربات جوية شنتها الولايات المتحدة على فصائل مسلحة، تقول واشنطن إنها مدعومة من إيران في العراق وسوريا، أطلق مقاتلو هذه الفصائل قذائف مدفعية عدة على قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي في محافظة دير الزور بشرق سوريا. وأكد ذلك الكولونيل وين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي لمحاربة داعش، حيث قال إن قوات أمريكية تعرضت لهجوم بعدة صواريخ، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تقييم الأضرار. وكان الجيش الأمريكي قد ذكر أنه استهدف منشآت تشغيل ومخازن أسلحة في موقعين في سوريا وموقع في العراق، ردا على هجمات استهدفت مصالحها في العراق في الأشهر القليلة الماضية. وأعلنت قوات الحشد الشعبي الموالية لإيران مقتل 4 عناصر لها في الضربات وتعهدت بالانتقام. ودفعت الولايات المتحدة بقوة عن ضرباتها الجوية، حيث قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الهدف من هذه الضربات الحد من خطر التصعيد، مشيرة إلى أن البيت الأبيض أخطر أعضاء معنيين بالمسألة في الكونغرس قبل الضربات. رأي الرئيس أن الضربات كانت ضرورية ومناسبة، والهدف منها الحد من خطر التصعيد، وسنتخذ كل الإجراءات الضرورية والمناسبة للدفاع عن الأفراد الأمريكيين وشركائنا وحلفائنا في المنطقة، ونستمر في الاعتقاد بل لن نحجم أبدا عن الإشارة إلى أن إيران هي فاعل سيء في المنطقة، حيث إنهم يشاركون ويدعمون هذا السلوك المثير للمشاكل بشدة من وجهة نظرنا. وفي اجتماع أمني طارئ وصف مجلس الوزراء العراقي برئاسة مصطفى القاضمي الضربات بأنها انتهاك لسيادة العراق، كما وصفتها سوريا بأنها انتهاك فاضح لحرمة الأراضي السورية والعراقية. وهذه هي المرة الثانية التي يأمر فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن بتوجيه ضربات انتقامية للفصائل المسلحة المدعومة من إيران منذ توليه الرئاسة قبل 5 أشهر. من جانبه أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يسمح بامتلاك إيران سلاحا نوويا خلال فترة حكمه. جاء ذلك خلال مقابلة في البيت الأبيض مع الرئيس الإسرائيلي المنتهية ولايته راوفين ريفلين. في جنيف بسويسرا يواصل اليوم موفدون ليبيون محادثاتهم التي تديرها الأمم المتحدة، وتهدف إلى تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة يوم 24 من ديسمبر القادم.
بهدف تهيئة الظروف القانونية المواتية لإجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر. تواصل الوفود الليبية في ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف اجتماعاتهم التي تستمر حتى الأول من يوليو المقبل برعاية الأمم المتحدة، ويشارك نحو 75 مفادا في المناقشات الجارية، حيث يأملون في الاتفاق على قواعد دستورية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات العسكرية بالبلاد، ما سيشكل عهدا جديدا في ليبيا. وتسعى الأمم المتحدة إلى حل كل المشاكل والعراقيل تجاه تحقيق هذا الهدف، حيث قال المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيتش إن المغادرة دون حل ليست خيارا، وطلب الوفود المشاركة بالتغلب على الخلافات والتركيز على التوصل إلى أكبر توافق ممكن والعمل بصورة بناءة على سد الثغرات الباقية من خلال الحلول الوسط. واتفقت الفصائل الليبية على هدنة منذ أكتوبر الماضي، ووافقت جميعها على حكومة وحدة وطنية انتقالية وعلى إجراء انتخابات. وأبدى العديد من المشاركين تفاؤلهم بالتوصل إلى توافق يخدم البلاد ويخرجها من أزمتها ويحقق الاستقرار ويحرك الاقتصاد من جديد لبداية عهد جديد من الديمقراطية والعدالة. طلبت الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإيرلندا عقد جلسة علنية طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن تيجراي الإقليم الإثيوبي. هذا وقد أعلنت الحكومة الإثيوبية وقف إطلاق النار من جانب واحد في تيجراي، فيما دخلت قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي عاصمة الإقليم ميكلي وسط احتفالات في الشوارع. في منطقة البحر الأسود التي تشهد توترا شديدا مع موسكو، تتواصل تدريبات عسكرية مشتركة بين أوكرانيا وعدة دول من بينها الولايات المتحدة. في منطقة البحر الأسود التي تشهد توترا شديدا مع موسكو وكانت مسرحا لاشتباكات مع سفينة بريطانية مطلع الأسبوع الماضي، تتواصل تدريبات عسكرية مشتركة بين أوكرانيا وعدد من الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية. تستمر المناورات البحرية حتى 10 يوليو، ويشارك فيها نحو 5000 جندي و30 سفينة من 30 دولة، العديد منهم أعضاء في حلف شمال الأطلسي. وتنشر الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق مدمراتها USS روس، وتركز المناورات على مجالات حربية متعددة منها الحرب البرمائية وحرب المناورات البرية وعمليات الغطس وعمليات الاعتراض البحرية والدفاع الجوي وتكامل العمليات الخاصة والحرب المضادة للغواصات وعمليات البحث والإنقاذ. وتهدف هذه التدريبات بالنسبة لأوكرانيا إلى توجيه رسالة قوية للحفاظ على الاستقرار والسلام في المنطقة، في إشارة منها إلى روسيا والتي أدانتها باعتبارها أنها لا تساهم في تعزيز الأمن في منطقة البحر الأسود. جدير بالذكر أن أوكرانيا في نزاع مع روسيا منذ وصول المؤيدين للغرب إلى السلطة في كييف في عام 2014، وأضم موسكو لشبه جزيرة القرم واندلاع حرب في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين. وقال الرئيس الروسي خلال لقاء عبر الفيديو إن اتفاقية الصداقة بين روسيا والصين تكرس مبادئ رفض البدء باستخدام الأسلحة النووية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. تتويجا لشراكة استراتيجية هامة بين المارد الصيني والدب الروسي، قرر الرئيسان شي جين بينغ وفلاديمير بوتين تمديد معاهدة حسن الجوار والصداقة والتعاون بين البلدين، والتي تم إبرامها في يوليو من عام 2001 لخمس سنوات قادمة. وفي قمة عبر وسائل التواصل المرئي بمناسبة مرور 20 عام على معاهدة الصداقة، أكد الجانب الصيني الحفاظ على توحيد المواقف بين بكين وموسكو انطلاقا من تنسيق المصالح المشتركة.
منذ بداية العام الحالي صمدت الشراكة الاستراتيجية الصينية الروسية الشاملة في تنسيق المواقف أمام مختلف المخاطر والتحديات. لقد دعم كل طرف الآخر في القضايا التي تمس الاهتمامات المشتركة، ولقد أثمرت هذه الشراكة في تحقيق تنسيق استراتيجي حول المصالح المشتركة. ستظل الصين وروسيا متحدتان وتتحركان للأمام بحسم. وفي المقابل أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تطلعه لتحقيق المزيد من الإنجازات تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني. ستظل في ذاكرة روسيا علاقاتها التاريخية مع الصين، ونأمل أن يحقق البلدان إنجازات تحت قيادة الحزب الشيوعي الصيني تسهم في التقدم الاقتصادي والقضايا الدولية. وباحتفالنا بالذكرى 20 على التوقيع على اتفاقية حسن الجوار والتعاون، يأتي التقارب الصيني الروسي في وقت يواجه فيه البلدان تحديات أمريكية تتقاطع فيها مصالح الجانبين عسكريا وسياسيا واقتصاديا في عالم تتمتع فيه القوى الاقتصادية الدولية بحسم لموازين الأمور لصالحهما. أهلا بكم مرة أخرى. أعلنت وزارة الصحة خروج 430 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 210,482 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل 376 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، ووفاة 33 حالة. وبلغ عدد الحالات التي تم تسجيلها في مصر 280,770 إصابة و 16,125 وفاة. قالت وزارة الصحة السعودية إن المملكة ستبدأ في تطعيم الفئة العمرية من 12 عاما إلى 18 بلقاح فايزر بايونتيك للوقاية من فيروس كورونا، وذلك بعد موافقة هيئة الغذاء والدواء السعودية على تطعيم هذه الفئة. وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك الحج، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لحجز موعد مسبق. في روسيا أودت سلالة دلتا المتحورة لفيروس كورونا بحياة أكثر من 230 شخصا خلال 24 ساعة فقط في موسكو وسان بطرسبرغ. وفي بريطانيا أكدت الحكومة أنها ستلغي أغلب القيود الاحترازية المتبقية لاحتواء الفيروس بحلول 19 من يوليو المقبل. بين الحيطة والحذر تنتظر أوروبا انتهاء ضيافة فيروس كورونا الثقيلة بمغادرة سلالة دلتا المتحورة سريعة الانتشار مجال القارة العجوز. في روسيا ثاني أسوأ بؤرة أوروبية لانتشار الفيروس بعد فرنسا بحصيلة أكثر من 5,400,000 إصابة، أودت سلالة دلتا المتحورة بحياة أكثر من 230 شخصا خلال 24 ساعة فقط في موسكو وسان بطرسبرغ. وحظرت الأجهزة المحلية في موسكو دخول المطاعم على الأشخاص الذين لا يحملون شهادة صحية المثبتة لتلقي اللقاح المضاد لكورونا، واقتصر عدد من يحملون هذه الشهادات على نحو 2,500,000 نسمة من أصل 12 مليونا هم مجموع سكان العاصمة خلال 7 شهور من بدء حملات التلقيح. وفي بريطانيا ثالث أسوأ بؤرة لانتشار كورونا أوروبيا بحصيلة بلغت أكثر من 4,700,000 إصابة، ما زالت سلالة دلتا المتحورة تصيب المزيد من الأشخاص، لكن الحكومة البريطانية أكدت أنها ستلغي أغلب القيود الاحترازية المتبقية لاحتواء الفيروس بحلول 19 من يوليو المقبل، وأطلقت على هذا التاريخ شعار يوم الحرية.
أعداد الضحايا ومن يتلقون العلاج في المستشفيات ما زالت منخفضة، وعلى الرغم من ذلك نرى زيادة في حالات الإصابة الجديدة، لذا يجب مراعاة الحذر. يمكننا خلال 3 أسابيع المقبلة إعطاء 5 ملايين جرعة لقاح، ونأمل بحلول 19 من يوليو استعادة حياتنا الطبيعية. وفي ألمانيا تعكف السلطات على حماية البلاد من سلالة دلتا، ولضمان ذلك أعادت البلاد إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من بريطانيا والبرتغال وروسيا. يتعين على الأشخاص القادمين من بريطانيا قضاء 14 يوما في الحجر الصحي مع استثناءات قليلة جدا، لهذا السبب ننصح بعدم السفر إلى المناطق التي يوجد بها متغير الفيروس. هكذا تعكف الأجهزة الصحية في دول أوروبا احتواء سلالة دلتا المتحورة بعد أن لفظت سلالات أخرى لفيروس كورونا أنفاسها لتخرج القارة العجوز من نفق الموجة الثانية للجائحة. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث يستعد مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية لاستقبال زائري معرض الكتاب في نسخته 52، والمقرر افتتاحه غدا 30 من يونيو. وذكرت وزارة الثقافة أن أكثر من 27 مليون شخص زاروا المنصة الرقمية الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. أول ما يستوقفك لدى دخولك إلى معرض الكتاب هذا العام، والذي ينطلق في 30 من يونيو وحتى 15 من يوليو القادم، خريطة موضح بها أماكن دور النشر وخريطة أخرى للقاعات للتسهيل على زوار المعرض. لأن المعرض تعرف كل يوم بيدخلوا يعني حوالي 500,000 زائر في الأيام الطبيعية، لكن السنة دي عشان ظروف كورونا فعاملين حاجة اللي هو الحجز الأونلاين، وانا شايف ان دي برضو حاجه لطيفه، يعني هيبقوا محددين الاحجام ومحددين العدد اللي هيخش، بحيث ان الناس ما تجيش تقف طوابير بره او تقف على شباك التذاكر في الحر دوت. المعرض السنه دي تحدي كبير جدا، كلنا نازلين بروح حماسيه كبيره، في شغف، هتلاقي الناس كلها شغاله، عندنا شغالين بشغف. ليه؟ لان احنا عارفين ان في تشالنج او تحدي السنه دي، المعرض لاول مره في تذاكر في الدخول، فالدنيا متنظمه جدا، فإحنا عايزين نشوف الأعداد اللي هتكون داخل المعرض عاملة إزاي. المعرض في نسخته 52 يضم 756 جناحا، فيما يبلغ عدد الناشرين نحو 823 دار نشر وبمشاركة 25 دولة. طبعا إحنا بقينا هنا زينا زي المعرض الخارجية الدولية، بين معرض خارجي، كتنظيم كويس، دخول البضاعة احنا هم ما كانش كده الاول، كاضاءة كاستندات كل حاجة دلوقتي بقت الحمد لله زينا زي برا، واحسن من برا دلوقتي، احسن معارض خارجية. احنا كنا بنطلع معارض خارجية، احنا دلوقتي يعتبر رقم واحد كدول عربية دول افريقية، احنا رقم واحد. والعشاق ومحبي الكتب القديمة والمستعملة، يمكنك زيارة جناح سور الأزبكية في معرض الكتاب والمخصص له صالة رقم 4 بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات. هم عملوا لنا مكان سور الأزبكية مع بعض، يعني مكان مع بعض القديم، كتب القديمة زي كتاب القديمة، يعني عشان ما تموتش كتاب القديمة، نجيب محفوظ، أنيس منصور، السباعي، يعني عشان دي الكتاب دي ما تموتش، عشان الشباب يعرفوهم، يعرفوا الكتب دي. وشهدت المنصة الرقمية الخاصة بالمعرض منذ إطلاقها دخول نحو 28 مليون زائر، فيما تم حجز أكثر من 112 ألف تذكرة دخول، حيث يبلغ الحد الأقصى لزوار المعرض يوميا نحو 100 ألف زائر. بالقراءة نتحدى، نواجه، نبني مستقبلنا ووطننا الذي نأمل فيه. من هنا حرصت الدولة المصرية على تنظيم معرض الكتاب هذا العام رغم ظروف كورونا الاستثنائية، باعتبار أن القراءة هي خط المواجهة الأول. من معرض الكتاب أشرف مبارك، النيل. نشرتنا ما زالت مستمرة معكم، ونتابع فيها بعد الفاصل. في مدينة البصرة بجنوب العراق، فنانة تشكيلية تستخدم الفخار لتعريف الأطفال بالتراث.
قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه برئاسة وزيرة التخطيط هالة السعيد تحديد راتب الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه شهريا، هذا مع مراعاة الظروف الاقتصادية للمنشآت التي يتعذر عليها الالتزام بذلك. كما أقر المجلس صرف العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني للعامل المثبت في استمارة 2 تأمينات وبما لا يقل عن 60 جنيها، وذلك بداية من شهر يوليو القادم. التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب السيدة باتريشيا ديليل وزيرة الأشغال العامة والبنية التحتية بدولة جنوب إفريقيا لبحث سبل دفع العلاقات الاستثمارية بين البلدين. وخلال اللقاء تم الاتفاق على زيادة التعاون مع جنوب إفريقيا من خلال تنظيم عدد من الزيارات الترويجية لرجال أعمال البلدين للتعريف بالفرص الاستثمارية، فضلا عن نقل تجربة الهيئة في مجال إقامة مراكز خدمات للمستثمرين. أعلنت جمعية مصارف لبنان أن البنوك في لبنان ستغلق أبوابها اليوم تضامنا مع البنك اللبناني السويسري بعد أن قال إن موظفين في مقره تعرضوا لاعتداء من أفراد يسعون للوصول إلى حسابات مغلقة. وأوضح البنك اللبناني السويسري أن حوالي 100 رجل تابعين لهيئة خيرية بجنوب لبنان اقتحموا مقره واعتدوا بالضرب على موظفيه وأجبروا مديريه على إجراء تحويلات مالية من حسابات مغلقة إلى تركيا. من جانبها نفت الهيئة الخيرية استخدام أي قوة وأكدت أن تحويل الأموال جرى بطريقة ودية. أصدر البنك المركزي اليمني في عدة مدن في عدن توجيهات لشركات ومحلات الصرافة بإغلاق كافة شبكات التحويل المالية المحلية بين المحافظات في إجراء جديد لوضع حد للتدهور المستمر للعملة المحلية. وفقد الريال أكثر من 3/4 قيمته مقابل الدولار منذ مطلع 2015، إذ كان سعر صرف الدولار 215 ريالا في عام 2014، لكنه وصل إلى 940 ريالا للدولار للشراء و 948 للبيع، وتسبب تداعي العملة في ارتفاع كبير للأسعار. في أسواق النفط العالمية هبطت أسعار النفط 2% مسجلة أدنى مستوى في أسبوع الاثنين بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوياتها منذ 2018. وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة دولارا ونصف أو 2% لتسجل عند التسوية 74 دولارا و7 من عشرة للبرميل. وتراجعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط دولارا و14 من مئة أو 1.5% لتبلغ عند التسوية 72 دولارا و91 من مئة دولار للبرميل. في ليبيا شهدت مدينة مصراتة على مدى 3 أيام مهرجان الوحدة الوطنية لإحياء فنون التراث المختلفة، وذلك بمشاركة مواطنين من جميع أنحاء البلاد. خيل في كامل عدتها وفارس بزي الشعبي الليبي بانتظار إشارة الانطلاق في سباق الفروسية التقليدي أو ما يعرف بالميز الشعبي. ينطلق الفرسان في جماعات في صف واحد في تقليد متوارث من المعارك التاريخية ضد الغزاة، واليوم باتت من علامات المناسبات الاجتماعية والوطنية. مهرجان إن شاء الله لم جميع الليبيين فرسان الليبيين لوحدة ليبيا ونداء واحد أن ليبيا واحدة، وفرسان تبارك الله من جميع أو للأمانة يعني أغلب مناطق ليبيا مشاركين أكثر ما تبارك الله إن شاء الله أكثر من 100 عقد. سباق الميز يأتي ضمن فعاليات المهرجان الوطني الأول للفروسية الشعبية والشعر والتراث في مدينة مصراتة، وحمل عنوان مهرجان الوحدة الوطنية.
الأجواء هذه شفناها إن شاء الله ربي يلم الشمل الليبيين، ولقيناها أجواء رائعة من جميع المدن. جت وتعبت في مشقة الطريق، وكان العامل الجو كان عامل حار هلبة، لكن أجواء ما شاء الله زي ما تشوفها، وربي يلم شمل الليبيين كلهم. المهرجان الذي استمر 3 أيام كان قبلة للكثيرين من عشاق التراث الليبي ورواد سباقات الفروسية التقليدية، غير أن الصورة اكتملت بمشاركة متسابقين من مختلف المدن الليبية. ما شاء الله تبارك الله، المهرجان في صورة رائعة وتبارك الله، وجميع مدن ليبيا ما شاء الله مشاركة من الشرق للغرب للجنوب، وإن شاء الله موحدة ليبيا، وإن شاء الله ربي يلم شمل الليبيين يا رب. كذلك يشكل مهرجان الوحدة الوطنية خطوة على مسار العمل الاجتماعي والثقافي لإعادة توحيد أبناء الوطن الليبي، بالتزامن مع المسار السياسي لإنهاء سنوات من الانقسام والحرب. في مدينة البصرة جنوب العراق، تستخدم الفنانة التشكيلية سمية البغدادي فن الفخار لتعريف الأطفال بالتراث. من أجل الحفاظ على فن الفخار الذي يعود تاريخه إلى آلاف السنين في بلدها، تصنع الفنانة التشكيلية العراقية سمية البغدادي بعناية ثورا مجنحا، وهو أحد آلهة الأشوريين القدماء، في ورشتها بمدينة البصرة جنوب العراق. طبعا فن الفخار عرف منذ آلاف السنين، من أيام العصر الحجري. طبعا الإنسان القديم كان يصنع أدواته بإيده، حتى العفو الكاسات يأكل بيها يصنعها بإيده. وتوضح الفنانة العراقية سمية البغدادي أنه لم يبقى في البصرة حاليا سوى القليل جدا من فناني الخزف، ومن أجل الحفاظ على هذا التراث الذي يعود لآلاف السنين، قررت أن تنظم دورات تعليمية للأطفال حول ذلك الفن التراثي القديم. هذه الدورة للاستفادة بالنسبة للأطفال، وحددنا يعني أكثر شيء الأطفال، حتى الغاية من عدها أنه نحيي تراث الفخار اللي هو أصلا تقريبا من جسر نقول عندنا بالعراق، بس احنا نحاول نحيي هذا التراث من الاساس، من الاطفال اللي هم الاساس، تعلم هذا الشيء ممكن ان يستفاد من عنده بالمستقبل. وتعلم الاطفال الذين سجلوا في دوره ورشه سمية البغدادي كيفيه عمل الكؤوس وكتابه اسمائهم باللغه المسماريه، الالواح طينيه، وتعد الكتابه المسماريه من اقدم اساليب الكتابه في بلد ما بين النهرين القديمه. صناعة الفخار كثقافة للبلد، ويعني كهواية، وشيء أن استثمر بيه وقتي بشكل صحيح بدل ما استثمره بشغلات ثانية ما راح تفيدني، وأن بنفس الوقت أثقف وجوز هالشغلات تفيدني بالمستقبل. أوضحت الفنانة سمية البغدادي أن إقامة ورشة الفخار الخاصة بها تمثل تحديا بسبب المعدات غالية الثمن اللازمة، مثل الفرن الضرورية لأعمالها الفنية المصنوعة من الطين. الآن إلى أهم عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يؤكد لرئيس وزراء إسرائيل دعم مصر لكافة جهود التوصل إلى حل عادل ودائم لتحقيق سلام شامل بالشرق الأوسط. اليوم تواصل المحادثات الليبية في جنيف بسويسرا برعاية الأمم المتحدة. وقوات أمريكية تتعرض لهجوم صاروخي في سوريا بعد ضربات على فصائل مسلحة تقول إنها مدعومة من إيران. نهاية العناوين، وكذلك نهاية هذه النشرة 7 تماما بتوقيت القاهرة. للمزيد من التفاصيل يمكنكم متابعة موقعنا على الإنترنت nile.eg. شكرا، وحتى نلتقي في موجز الأنباء على رأس الساعة. إلى اللقاء.